لم تكن إفريقيا أقرب مما هي عليه اليوم، ففي تجربة مميزة يعيشها زوار وقطني إمارة الشارقة، وتحديداً في سفاري الشارقة أكبر سفاري في العالم خارج إفريقيا، ستجذبهم الأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة وأنواع كثيرة من الحيوانات الفريدة والمذهلة، لتكن زيارتهم لهذا المكان الساحر بمثابة رحلة لا تنسى برفقة العائلة والأصدقاء. على مساحة 8 كيلومترات مربعة ضمن محمية البردي في الذيد، تمتد سفاري الشارقة وتضم أكثر من 50,000 حيوان لأكثر من 120 نوعاً من الحيوانات التي تعيش في إفريقيا، ويعتبر وحيد القرن الأسود من أهم وأندر الحيوانات في السفاري. ولتوفير بيئة مشابهة لبيئة السفاري في إفريقيا، تمت زراعة أكثر من 100,000 شجرة سمر أفريقي في سفاري الشارقة في تنوع مميز يمزج بين النباتات المحلية والإفريقية، إلى جانب تنوع البيئات التي تصل إلى 12 بيئة تحاكي المناطق الحقيقية في إفريقيا. تتيح سفاري الشارقة للزائر مشاهدة الحيوانات الإفريقية من دون أسوار ضمن بيئة مماثلة لبيئتها الطبيعية، موفرة بتصميمها أجواء مثالية لها ولحمايتها من الانقراض. حياكم الله أيضا مشاهدينا مجددا. 12 بيئة متنوعة تلهم زوار سفاري الشارقة لاكتشاف التضاريس الأفريقية والحيوانات والطيور التي تتوزع في أكثر من 50,000 حيوان، ولا سيما الأنواع التي تتعرض للانقراض ربما والتي تلقى الرعاية في سفاري الشارقة. نتعرف أكثر مشاهدين على سفاري الشارقة وما تحمله من جديد في بيئاتها بموسمها الجديد. اليوم يسعدني أن أرحب في استوديو ماسي بالأستاذة اليازية الكتبي، منسق علاقات عامة بسفاري الشارقة. حياة الله اليازية، يا هلا مرحبا. الله يحييك يا فضلة. يعني يعطيكم العافية، بالتأكيد هذا موسم أو بداية موسم جديد، إن شاء الله موسم بيكون مزدحم، خصوصا أننا مقبلين على فصل الشتاء، وبتكون أعتقد في زيارات عديدة لسفاري الشارقة، سواء كانوا من الزوار من داخل الدولة أو حتى من السياح من خارج دولة الإمارات. طبعا بعد انقطاع اليازية يمكن أشهر عديدة في فصل الصيف، اليوم ترجعون بموسم جديد، كيف استعدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة لهذا الموسم الجديد واللي بيكون بعد طويل شوية؟ في فترة الصيف تم تأهيل جميع الموظفين على مهارات العمل والاستعداد للموسم الجديد، ومن أهمها تم طرح البرامج وورش في هذه الفترة لتطوير مهاراتهم للاستعداد للموسم الجديد. نعم. تم العمل على إضافات جديدة كثيرة من البيئات والحيوانات الجديدة. نعم. لتسهيل حركة الزوار تم تدريب جميع الموظفين على هذه الأشياء المقبلة. كما نقول إنه حدث كبير تم الاستعداد عليه في هذا الصيف. نعم، يعني خلنا نقول أن فترة الصيف اليازية كانت فترة تدريبات مكثفة لكم أنتم ولكافة العاملين في سفاري الشارقة الحقيقة، حتى يكونون على أهبة الاستعداد لاستقبال موسم جديد، وموسم إن شاء الله بيكون طويل، يعني تقريبا طول أشهر الشتاء القادم. نحن نعرف بعد اليازية أن سفاري الشارقة هي الأولى من نوعها خارج قارة أفريقيا، شو اللي يميز سفاري الشارقة وشو اللي بيكون في انتظار الجمهور إن شاء الله في الموسم الجديد؟ بالتأكيد عزيزتي، تم افتتاح كما ذكرت العديد من البيئات الجديدة التي نعم. تحتوي على حيوانات مهمة مهددة بالانقراض كذلك. تم العمل على فتح منطقة وادي النيجر التي تضم عائلة الفيلة،
الأفريقية طبعا. كذلك تم فتح بيئة كالهاري التي تحتوي على بعض من الظباء والغزلان. أيضا من المميز في هذا الموسم إضافة حيوان الحمار الوحشي وإضافة حيوان الليمور، كما يستطيع الزائر من المشي في بيئة حيوان الليمور. ومن المعروض ومن العروض المجانية لدينا في سفاري الشارقة عرض الحيوانات والطيور على مدى مرتين في اليوم لمدة 20 دقيقة. ومن الأنشطة الجديدة التي تم إضافتها المشي في بيئة حيوان الليمور كما نعرف. جميل جدا. الآن طبعا نشوف بعض اللقطات من سفاري الشارقة. الحقيقة هذه السفاري المميزة الأولى من نوعها والفريدة كذلك، واللي استقطبت العديد من الزوار في أول موسم لها العام الماضي وبداية هذا العام، وكانت حدث استثنائي. الحقيقة افتتاح هذه السفاري كان حدث استثنائي في دولة الإمارات وكذلك في الشرق الأوسط. نحن ننتظر الحقيقة المزيد واليديد بإذن الله في كل موسم من مواسم سفاري الشارقة والبيئات الجميلة المتنوعة اللي موجودة في سفاري الشارقة. وبما أن ذكرنا البيئات اليازية، خلينا نتعرف على البيئات ونعرف السادة المشاهدين طبعا على البيئات الموجودة في سفاري الشارقة، وشو اللي تضمها كل بيئة من هالبيئات المختلفة. في سفاري الشارقة كما ذكرنا 12 بيئة مختلفة. نعم. كل بيئة تحاكي الطبيعة بتضاريسها، كما ساعدت محمية البردي الموجودة في منطقة الذيد بتضاريسها الطبيعية والحيوية سفاري الشارقة على خلق بيئة متوازنة. نعم. وتساعد الحيوانات على العيش والإحساس بأنها في بيئتها الطبيعية. تشابه محمية البردي بأجوائها أجواء أفريقيا، مما ساعد سفاري الشارقة بنجاح برنامج إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض. وكما ذكرنا من أهم هذه الحيوانات وحيد الغرن الأسود. توجد لدينا 50 ألف نوع من الحيوانات في سفاري الشارقة من أصل 120 نوع. كما توجد لدينا أشجار أيضا تهتم سفاري الشارقة بهذا الشيء. توجد لدينا 100 نوع من أشجار السمر المحلي والأفريقي. كذلك أشجار السمر المحلي والأفريقي. الأفريقي ظني مختلف عن المحلي نوعا ما. صحيح. هذا بالنسبة للأشجار. صحيح. أيضا تتغذى الحيوانات الموجودة في سفاري على هذه الأشياء. على هذه الأشجار اللي موجودة. لخلق بيئة مناسبة لها وملائمة. جميل جدا. يمكن لو نذكر بعض البيئات اللي موجودة اليازية، أو نعطي أمثلة على بعض البيئات اللي موجودة واللي هي حتى في أسمائها تم مراعاة أنها تكون مشابهة لأسماء البيئات اللي موجودة في أفريقيا. من أول البيئات التي تصادف الزائر هي إنتو أفريكا إلى أفريقيا، التي تنقسم إلى عدة أقسام، ومنها طيور أفريقيا، غرية البومة، سلاحف الخليج، سلاحف الدابرة عفوا، أيضا الغابات الشوكية، مما تم إضافة حيوان الليمور في الغابات الشوكية. وكذلك منطقة ساحل التي تحتوي على الغزلان والنعام تتليها منطقة سافانا، أكبر منطقة أكبر بيئة في سفاري تحتوي على العديد من الغزلان والظباء كذلك. ومن ثم تتليها منطقة سرنجيتي. سرنجيتي طبعا لها طراز آخر، يقوم الزائر بالتجول فيها سيرا على الأقدام. تتميز سرنجيتي بوجود التماسيح والأسد. هذه المنطقة مسموح لأصحاب التذكرة الذهبية الدخول فيها فقط أصحاب التذكرة الذهبية ممكن أن يتمشون فيها سيرا على الأقدام. جميل جدا. يعني هذه تنقل يمكن الزائر للبيئة الأصلية. يعني سفاري الشارقة نقول حرصا تاما على وجود بيئة مشابهة جدا للبيئة في أفريقيا، سواء كان من حيث أنواع الأشجار اللي استخدمت للزراعة، سواء كان من حيث المباني الموجودة أو البيئات المختلفة الموجودة فيها. والجميل هو عنصر التجديد اليازية. يعني يمكن في خطة سفاري الشارقة أن تضاف
إن شاء الله في المواسم القادمة وفي هذا الموسم العديد من البيئات أو كذلك أنواع أخرى من الحيوانات أو أنواع أخرى كذلك من الطيور. صحيح، كما ذكرت أيضا تم فتح منطقة كالاهاري التي تحتوي على العديد من الحيوانات الجديدة التي تم جلبها إلى سفاري الشارقة. نعم. لدينا وادي النيجر يحتوي يضم عائلة فيل متكاملة من أفريقيا. كذلك كما ذكرت من الإضافات الجديدة حيوان الحمار الوحشي الذي تم انتظاره من بداية الموسم اللي طاف وحيوان الليمار. يعني حتى الجو أنا اللي أعرفه في محمية البردي وفي منطقة الذيد تحديدا مختلف الحقيقة عن الأجواء في كافة مناطق إمارة الشارقة، ولذلك هذا الجو كذلك ربما مقارب نوعا ما للبيئة الأصلية لهذه الحيوانات. تحتضن سفاري الشارقة أكثر من 50,000 نوع من الحيوانات، تتفرع إلى 120 نوع تقريبا، بالإضافة إلى 60 نوع من الطيور المختلفة الأفريقية والمحلية كذلك. في سفاري الشارقة يوجد لدينا أيضا الاهتمام بالبيئة، مما ساعدنا على زراعة الأشجار الأفريقية كذلك في هذا المكان. بهذا الشيء الزائر يحس عمره في أفريقيا، يعني من ناحية المباني، من ناحية البيئات المختلفة اللي بيزورها. نعم، يعني خلنا نقول كل الأجواء موجودة، حتى يعني البيئة أصبحت محاكية حتى بالأشجار نفسها اللي جلبت من أفريقيا وتم زراعتها هنا في محمية البردي وبالتحديد في سفاري الشارقة، ولذلك تكون البيئة كلها بمبانيها بالحيوانات اللي فيها بالأشجار كلها تقريبا بيئة محاكية للبيئة الطبيعية لهذه الحيوانات، وحتى أن الزائر مثل ما ذكرتي يحس أنه موجود في البيئة الأصلية في الأساس. كذلك تم تسمية هذه البيئات في سفاري الشارقة بالضبط نفس الأسامي الموجودة في أفريقيا. لدينا 12 بيئة بداية إلى أفريقيا. إلى أفريقيا تنقسم إلى أقسام، بداية من طيور أفريقيا، لدينا كذلك قرية البومة، الغابات الشوكية، سلاحف الدابرة، العديد من الأقسام تحت هذا، وكذلك قرية زنجبار. كما ذكرت يوجد لدينا أيضا قاعات تعليمية للطلاب وللزوار كذلك، تتنوع هناك المعلومات للطيور وللحيوانات الموجودة في سفاري. جميل، يعني خلنا نقول أن رحلة الزائر لسفاري الشارقة هي ليست فقط رحلة للمشاهدة، وإنما هي رحلة تثقيفية كذلك ورحلة تعليمية بالنسبة للأطفال اللي يزورون سفاري الشارقة. ولذلك يعني هذا يمكن يقودنا إلى السؤال التالي اليازية، واللي بنتحدث فيه عن البرامج التعليمية ربما والتثقيفية واللي سوف إن شاء الله تطرح في الموسم الجديد، وبالتحديد بالتأكيد مع افتتاح السفاري في موسمها الجديد. طبعا هذه البرامج مثل ما ذكرتي بالتأكيد في منها مخصص لفئة الزوار البالغين، وفي برامج أخرى ربما تكون مخصصة لفئات الأطفال، خلينا نتكلم عنها بالتفصيل. نعم، يتم طرح العديد من البرامج والأنشطة في سفاري الشارقة سواء للزائر أو للطلاب، ومن أهمها كما ذكرت القاعات التعليمية التي تساعد في هذا الشيء. يتم الاستعداد في هذا الموسم لطرح العديد من البرامج المشابهة للدروس الموجودة والنماذج الموجودة في الدراسة للطلاب. يعني خلنا نقول انها كانها برامج تعليميه مشابهه للبرامج اللي يدرسونها في المدارس نوعا ما. لكل ورشه تستهدف فئه عمريه، كما قلت هناك لدينا ورش للزوار وورش لطلاب المدارس. ليازي، خلينا نعود للحديث عن قيمة هذا المشروع. الحقيقة هذا المشروع يعد مشروع قيم، مشروع نادر من نوعه، مشروع له قيمة بيئية بما أن مشروع يعتمد على بيئة مستدامة، كذلك يحظى باهتمام ورعاية خاصة من سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة. خلينا نتكلم شوي ونحدد صدى المشاهدين
عن القيمة الأصلية لهذا المشروع. يعتبر سفاري الشارقة من أضخم المشاريع التي تم العمل عليها منذ 2016. كما ذكرنا تم افتتاحه في 2022 في فبراير تاريخ 17 من قبل صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه. كما نرى أن صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله مهتم لهذا الشيء لأماكن البيئة، الأماكن مثل ما نقول النادرة في إمارة الشارقة بالمحميات الطبيعية بشكل عام، ويمكن أبرزها وأهمها سفاري الشارقة الحقيقة، لكن هناك مشاريع أخرى كذلك يعني في إمارة الشارقة ربما تهتم بالبيئة مثل ما ذكرتي لياسيا. صحيح، مما يميز أيضا سفاري الشارقة بأن جميع طاقم العمل من مواطنين منطقة الوسطى. سعيدة جدا بإتاحة هذه الفرصة لأبناء هذه المنطقة لتجربتهم العظمى، خلنا نقول في هذا المجال السياحي الجذاب، خاصة بأن سفاري الشارقة أكبر سفاري خارج أفريقيا، أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا. إتاحت هذه الفرصة وإثبات جدارتنا في هذا المشروع هي فرصة كبيرة. فرصة كبيرة. صحيح، هي فرصة كبيرة جدا مثل ما ذكرتي ريازية، لأن يعني خلنا نقول أبناء إمارة الشارقة وأبناء المنطقة الوسطى بالتحديد جديد هذا المجال نوعا ما عليهم، العمل في سفاري يعني بمساحات ضخمة وبتنوع بيئي غني مثل سفاري الشارقة، هذا أعتقد بحد ذاته خطوة متقدمة في هذا المجال، سواء كان في مجال الإرشاد السياحي أو كذلك في مجالات الحفاظ على البيئة المتنوعة، سواء كان مجال الإكثار البيئي أو كذلك مجالات الحفاظ على البيئة الزراعية أو غيرها، يعني مجالات عديدة الحقيقة سوف تفتح لأبناء إمارة الشارقة من خلال عملهم في سفاري الشارقة. وفي يوم من الأيام إن شاء الله نحن ننقل تجربتنا هاي وننقل خبرتنا اللي بيحصلون عليها أبنائنا وبناتنا العاملين في سفاري الشارقة إلى مشاريع أخرى قد تقام في مناطق قريبة في الوطن العربي أو كذلك خارج إطار الوطن العربي. نحن بنكون ناقلين لهذه الخبرات ولهذه التجارب إن شاء الله في يوم من الأيام، والفرصة هذه اللي تتيحها اليوم سفاري الشارقة والعمل فيها. باقي نتكلم يمكن ليازيا عن أوقات العمل، كيف تستقبلون الزوار، من متى لمتى تفتح السفاري؟ تفتتح سفاري الشارقة أبوابها طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8:30 حتى الساعة 6:30 مساء. بالطبع مستعدين لهذا الموسم، خاصة بأنه تم زيادة العديد من البيئات الجديدة والمختلفة. يوجد لدينا ثلاث أقسام من التذاكر، من أهمها التذكرة الذهبية. التذكرة الذهبية يفضل أن يكون هناك حجز مسبق والتنسيق مع قسم الحجوزات. توجد جميع الأرقام على موقع إنستغرام أو السوشيال ميديا أو حتى على الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية. صحيح، يستطيعون التواصل مع قسم الحجوزات لتنظيم رحلتهم. أيضا لدينا التذكرة الثانية اللي هي الفضية. الفضية أيضا ينتهي وقت الحصول على التذكرة الفضية في الساعة 2:00 مساء ظهرا. جميل. أيضا لدينا تذكرة البرونزية. تذكرة البرونزية مما يميزها أن السير على الأقدام في المنطقة اللي هي مثل ما ذكرت اللي أنتو أفريقيا إلى أفريقيا اللي تنقسم إلى عدة بيئات. يعني هذا ما يميز يمكن تذكرة البرونزية، يعني في خيارات عديدة ليازي يعني لكل الناس. نحن نعرف أن في ناس تحب أنها تمشي في أي مكان تسير له وتحب أنها يعني تتعرف على البيئة في الجو الطبيعي. في بعض الأشخاص بما أنه يعني هو أغلب الرحلات تكون في فترة الصباحية أو فترة الظهر مثل ما ذكرتي، يمكن شوية يكون الجو بالنسبة لهم حار،
نوعا ما، ولذلك يفضلون أنهم يكونون متواجدين داخل مركبات خاصة تقودهم من بيئة إلى بيئة أو من منطقة إلى منطقة أخرى في السفاري. ولهذا التنوع موجود ما بين الثلاث فئات اللي ذكرتيها حضرتك في التذاكر. ما يميز سفاري الشارقة توفير المرشدين لكل فئة من الزوار مرشد يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية. جميل، هذا طبعا لكل تذكرة من التذاكر اللي ذكرناها، الفئات الثلاثة الذهبية والفضية والبرونزية، كلهم بالتأكيد بيكون وياهم مرشدين يتكلمون أو يتحدثون اللغتين العربية وكذلك الإنجليزية. هذه دعوة منا مشاهدينا لكل من يتابعنا لزيارة سفاري الشارقة، أعتقد بتكون تجربة جدا ممتعة، تجربة يمكن ما تتكرر وايد في حياة الأطفال بشكل خاص، وكذلك أيضا الكبار، ليش لا؟ أعتقد أن في ناس تسافر الحقيقة خارج دولة الإمارات فقط من أجل تجربة السفاري. نحن اليوم موجودة عندنا هاي التجربة وممكن نعيشها هني في إمارة الشارقة. كل الشكر لك اليازية الكتبي، منسق علاقات عامة بسفاري الشارقة، على وجودكم ويانا وعلى هاي المعلومات، ويعطيكم ألف عافية. لا شكرا على واجب، هذا جزء من العمل. نتمنى من جميع المشاهدين زيارة سفاري الشارقة الأكبر من نوعها خارج أفريقيا. نعم. يستطيع الزائر أن يخوض تجربة لا مثيل لها من قبل بإذن الله. كلنا ثقة بالتأكيد.